راح ناخذه بهالقسم او بهالكورس يا شباب الخاص بالدلتا، راح ناخذ تعليمات المقارنه. كثير مهم جدا بالنسبه لك انه تاخذ تعليمات المقارنه. يعني مثلا انت ما بدك مؤقت يعد لل100 ثانيه مثلا او لل10 ثانيه وبعدين يشغل محرك، او مثلا يروح يشغل سي ان سي. لا، انت بدك اذا كان المؤقت زمنه اكبر من 10 ثواني واقل من 50 ثانيه يشغل لي مثلا محرك معين. فاذا انت حصرت العمل ضمن رينج، ما انه والله مجبر انت توصل للبي في تساوي الاس في. اقصد انه دائما خاص فيه. تمام. فانا هون بلجأ لتعليمات المقارنه اللي هي الاكبر او الاصغر. تمام. فاذا هي مهمه جدا بالنسبه لنا في التطبيقات الصناعيه، وراح تشوفوها حتى بمشاريعكم التخرج. فعلا موضوع المقارنات كثير مهم. فاول شيء في عندنا مقارنه المساواه. يعني مثلا انت بتقول له لما مثلا الاس 1 يساوي الاس 2 روح نفذ لي كذا او ساوي لي كذا. اذا تعليمة المساواة. تمام. لما العداد الفلاني وصل للقيمة كذا روح نفذ الامر الفلاني. هي تعليمة الايكوال. شو اسمها تعليمة الايكوال؟ كيف بننفذها؟ بنكتب ال دي يساوي اس 1 اس 2. يعني شو تفسيرها هاي التعليمة؟ لما الاس واحد او محتوى الاس واحد او الاس واحد يلي ممكن يكون تايمر، ممكن يكون عداد، ممكن يكون داتا ريجستر، ممكن يكون قيمة ثابتة، لما الاس واحد يساوي الاس اثنين نفذ الامر الفلاني، شغل المحرك الفلاني، لما درجة الحرارة تساوي كذا روح ساوي لكذا، لما قيمة مثلا درجة الحرارة في الخلاط الفلاني تساوي درجة الحرارة في الخلاط الثاني روح نفذ عملية المزج مثلا. التعليم الثاني هي تعليمة اللامساواة. إذا كان S1 لا يساوي S2 روح نفذ الخرج الفلاني، شغل الكويل الفلانية. إذا هي تعليمة عكس التعليم الأولى. إذا كانت S1 لا تساوي S2، طبعا هذا الخط شباب، هذا الخط اللي شايفينه هذا فقط للاشاره الى المساواه، يعني للمساواه وعدم المساواه. هذا الخط ما له علاقه بالتعليم هذا. نعم. تمام. من بين التعليم؟ لا ما له علاقه بالتعليم. هذا ما له علاقه بالتعليم، هذا الخط اللي شايفينه هذا الوصمي. تمام. اذا كانت الاس 1 لا تساوي الاس 2 نفذ الخرج الفلاني، شغل المحرك الفلاني، شغل الاشاره الفلانيه، طف الاشاره الفلانيه، خرج معين. التعليم الثالث less than اقل من. تمام. اذا كانت الاس 1 اصغر من الاس 2 نفذ التعليم الفلاني. انتبهوا شلون بدي اقراها شباب، لانه القراءة واحد احيانا بيخربط. هلا بدي ارجع اتاكد منها لاتاكد انه كلامي صحيح. اذا كانت الاس 1، شوف شو بدي اقراها، اذا كانت الاس 1 اصغر من اس 2 نفذ تعليمي ما. برجع بقراها. اذا كانت الاس 1 اصغر من اس 2 نفذ التعليم الفلاني. الجريتر ذان هي اكبر. إذا كانت الاس 1 أكبر من اس 2 نفذ الخرج الفلاني، شغل محرك معين، طف المحرك. تمام. طيب إذا مين بيقول لي إذا أنا ماشي في التعليم أكبر من وأصغر من؟ يعني حطيت شرطين ما شفت أنا هاي التعليم، شو رأيكم؟ كيف بدي اركبها هي التعليمة؟ شرطين ورا بعض، حط اثنين ورا بعض. إيه وين بدي احط هذول الشرطين؟ هذا التجربة. حط شرطين على التسلسل. او شرطين على التسلسل. على التسلسل. لأنه ليش؟ شرطين على التسلسل يعني أنت. يعني هو يتحقق الشرطين. إنه يتحققوا الشرطين. فبحط شرطين من هذول، طبعا هلا راح نشوف مثال، حط شرطين على التسلسل
فهذول الشرطين معناتها لا يمكن يخرج اللي انا بدي اياه الا لا تفرع اور انا بدي اصغر التفرع لا اقول و انا ما قلت اصغر ما قلت او اكبر من شيء واصغر من انا ما قلت او انت قلت دكتور يتحقق شرطين اذا عدت تفرع صار او بدي اشغل بين 10 تفرع انا بدي اقارن بين اس واحد بس انا بدي مثلا اس واحد اكبر او مساوي اس لا انا بعطيك اياها اس واحد اكبر من 10 واقل من 5 واصغر من 30 شرطين مع بعض لك طريقه عباره انه يتحقق شرطين اذا كان اس واحد اكبر او واصغر من اكبر من واصغر من يعني هذا شرط قصدي ممكن يكون شرط مركب انت بدك اس واحد مثلا بدك التايمر يكون زمن اكبر من 10 ثواني واقل من 20 ثانيه هذا اسمه و اند معناته اند معناته هذا شرط تسلسلي صح الكلام لا ولا مو تسلسلي هذا الشرط اما اذا بدك تقول اذا كان التايمر زمنه اكبر من 10 او اكبر من 10 او اقل كيف بدنا نظبط الشرط اذا كان زمنه اكبر من 10 او اكبر من 80 انا بدي اياه يكون بزمنين متفرقين يعني اما اكبر من 10 او اكبر من 80 يروح ينفذ لي خرج معين هذا صار اور هلا اكبر واكبر صار نفس الشرط واحد لا ما قلنا من 10 هي اكبر من 80 الاكبر من 80 هي نفسها اكبر من 10 لا يا حبيبي انا ما اقول اكبر من 10 واكبر من 80 اقول اكبر من 10 او اكبر من 80 اذا اكبر من 10 حبيبي اذا كان اكبر من 10 معناته 30 محقق لحظه شوي اذا اكبر من 10 30 محقق او اكبر من 80 مزبوط هالكلام ولا لا صحيح. طب بلا الاكبر خذها اصغر مثلا المهم الاور شو بتحط او 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 بتحط اور يعني على التفرع تسلسل انا تعالوا نشوف هالمثال طبعا هذا ما راح نفذ لكم اياه انتم راح تفتحوا على الاجهزه وتنفذوا لي اياه تمام دكتور بس راح اشرح لكم اياه هلا بس خلصنا فقرات تبداوا شرط بسيطه هذا تمام تفضل يا عوض اشرح لي المثال طلي عليه اكس صفر هو حدث او كباس 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 بيعد للخمسه اذا تم الضغط عليهم يتم العد للخمسه لا 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 يبدا الكاونتر بالعد حتى القيمه 200 حتى القيمه لك تمام طيب هلا بلش العداد يعد بلش العداد يعد العداد هلا 5 5 جنسات متى يتفعل الخرج يتفعل الخرج وقت يكون كي اس بي يساوي كي بي بي تمام ولذلك ولذلك الخرج الحالي واي صفر غير مفعل لان القيمه كي 5 لا تساوي كي بي بي تمام عندما س صفر اللي هي قيمه المحول س صفر تتفعل هون عم تحكي لا فوق صار هي حكينا عنها انتهينا منها بصير خرج واحد انتهينا منها بعدها هو اكس واحد كباس ثاني حلو بتم العد للمية حلو بكي هلا عندنا يا صفر السي واحد كمان ما بتفعل بخرج عندنا ام صفر حلو الواي صفر واي واحد. واحد حلو نجي له تعليمي يساوي ليد يساوي مو ليد مولد اذا كانت قيمه العداد تساوي القيمه كي 5 تمام اذا كانت المحتوى الحالي للعداد يساوي الكي 5 لانه في مساواه هون طلع عليها في مساواه راح تتشغل عندك الام 0 اللي هي عباره عن انترنال ريلي عباره عن ريلي برمجيه ولذلك لاحظ الكي 5 وصل للسي صلي على النبي هاي الان العداد وصل للخمسة تمام فصارت الكي 5 هون يعني محتوى العداد نفسه الكي 5 اللي انا طالبها كشرط يعني هاي اس 1 شباب هاي اس 1 وهي اس 2 هون طلع بهذا الشرط شوف ارجع له هاي اس 1 وهي اس 2 طيب
الاس واحد انا اعتبرتها سي صفر، والاس هون هاي التعليمي. ايه الاس واحد اعتبرتها الكاونتر، والاس اثنين اعتبرتها قيمه ثابته انا حددتها. اذا كان المحتوى الحالي للعداد يساوي القيمه اللي انا بدي اياها فعل لي الريلي ام صفر، وبالتالي هذا الشرط محقق. طلع عليه مفهومي ولا ما هي مفهومي؟ مفهوم محمد، مفهوم. طيب بي 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 اسمع بي بي ايوه. لا لا لا، هي تعليمة، هي تعليمة، هي تعليمة كومبير وليس تعليمة عداد. هي تعليمة كومبير هنا تمام. لا انت الكلام اللي عم تحكيه يعني يتعلق بالعداد، هي تعليمة مقارنة. الاس واحد يا ايمن انا اعتبرتها سي صفر تمام، والاس اثنين هي كي خمسة. معناتها هذا يعني اذا كانت القيمة الحالية للعداد اللي هي الاس واحد تساوي قيمة الكي خمسة اللي انا حددتها، شغل لي الام صفر، اشتغلي. هو عم يعد هلا، هو حاليا العداد عم يعد، يعني فقط راح تشتغل الام صفر لحظة واحدة وتطفى. مظبوط؟ اشتغل. لأن العداد عم هون بده يعد 6 7 8 9 بس وصل ال 200 بيوقف؟ بيوقف طبعا. هون الشرط اللي بعده كمل الشرط اللي بعده. الشرط اللي بعده اللي هو السي واحد، السي واحد هي الاس واحد بالنسبة لل نعم الشرط، والكي 7 يعني يوصل العداد الزرقاء اكس واحد لسبع ضغطات بفعل عندك يعني. تمام تمام. اذا بس كان محتوى العداد يساوي الكي 7 يلي انا محددها راح يفعل لي الام واحد. صح الكلام ولا لا؟ نفس المبدا. نفس المبدا. شو هي الكي 7؟ كي 7 هي قيمه ثابته انا بحطها بالداتا ريجستر، قيمه ثابته عدد. كي 7 هو عدد تمام. طبعا الاكس 2 اذا ضغطت عليها شو بيساوي؟ بيرست لي بطفي العدادات، بيطفي العدادات. العدادات هي بدورها هي راح تطفي كل المخارج. والريليات تمتين حطينا الام 0 والام 1 ما راح تطفيهم؟ الام 0 والام 1 مرتبطين بقيم العداد، قيم العداد صفرت فراح يصفروا راح يطفوا. وضح هذا المثال؟ ليش بدك تحكي طيب قبل سؤالك لشوف اذا ضل عندي شيء. طيب هلا في قبل سؤالك، قبل سؤالك اكتبها اللي ما كان حضران يا شباب، بتحط هون عنوان البرنامج، هاي راح يحذفون من اول جديد. فتحنا هذا برنامج جديد مظبوط، حطينا هاي، بعدين بتحدد نوع البي ال سي اس اس 2. شو هو اس اس 2؟ تعطي اوكي. لقيتها كهي كنترول لوب ال دي ال دي لك لما تطلع على هلا بتجي لهون هاي اكس صفر، بتضغط هون، اما بتضغط تكتب له ال دي اكس صفر او تجي لهون تضغط على هذا الاف واحد تحميل او من هذول الرسومات هذول اكس صفر. شو عندي هون بعدين؟ ايش قد قيمه العداد هون؟ سي صفر، سي صفر كي 200، كي 200 لا ما كنا نحط سي ان تي يا اخي، سي ان تي سي سي صفر، بعدين بعطيه سي صفر عفوا، بعدين بجي لهون. ليش ما معكم لابتوب يا صبايا؟ اماني مو معك، عندك لابتوب؟ جيبوه المرة الجاية. هاي عنا دقيقة دقيقة ايه ايه مثلا احنا عملناها لهاي تطلع شو هي؟ هذا سي صفر، طلعوا علي هاي سي صفر، بعدين شو بتطلعوا؟ اوت اوت واي صفر، او بعطيه الريلي هاي اللي هون الاف 7 طبعا. هلا بنيجي على تعليمة المقارنة. المقارنة حالتين، اما بتجيبها من هون من هذا الفانكشن، هذا الفانكشن الاف 6 من الاف 6، او بتجيبها من هون. يا شباب طلعوا عليها هلا ايش التعليمي بده يرجع لهون، زملائي بده يرجع لهون. هي هي بكتب ال دي تساوي تساوي بحط فراغ سي 0 سي 1
سي صفر عفوا هاي التعليمي سي صفر كي خمسة سي صفر كي خمسة شوفوا لحالها طلعت هيك طلعت برجع بعيدها يا ايمن حزير انتبهوا شلون ال دي تساوي عجب اذا ما حطيت فراغ هي سي صفر كي خمسة بده فراغ شايف بده فراغ هذا الفراغ بده اياه بده فراغ هيك شو بيساوي هلق بيشغل لي الام صفر اوت ام زيرو صح بعدين ال دي يساوي سي واحد ما حطينا عدد لا بنحط عدد ثاني كمان سي زيرو لا سي واحد يا معناتها كنسل معناتها كنسل بيجي لهون حط عداد ثاني اذا معناتها هون بقول له انسيرت رو تمام ال دي اكس واحد بعدين سي ان تي سي واحد كي ايش قد يا شباب مي تمام هالحكي يا زملاء الاحبة بعدين بقول له كمان هون بقول له انسيرت رو انا بدي السي واحد يفعل الواي واحد اذا هون عندي سي واحد او عفوا ال دي سي واحد لا لا احط تماس اوت واي واحد هلا بيجي بقول له هون ال دي يساوي سي واحد كيش قد سبعة اذا ال دي كي سبعة out m1 بعدين بقول له ld x1 x2 z reset z reset 0 من سي صفر الى سي واحد خالصين بس على الام مطفيه اول مره خمس مرات حيشتغل هلا شوف هاي ست اون ست اون رجعنا ست اون مضبوط ست اون ست اون اشتغل اول واحد اشتغلت هلا اشتغلت مضبوط طيب هلا نحن هون بدنا نعدله حطوا لي اذا كان محتوى العداد اكبر من خمسه معلش ما في ضروره عادي هاد ما في ضروره عادي يعني ما في مشكله هلا بنجربه شباب مين اشتغل معه؟ انا اشتغل طيب هلا جربوا لي اذا كان محتوى السي واحد اكبر من خمسة اكبر اذا كان سي واحد اكبر من خمسة سي صفر اكبر من خمسة نجي هلا خلينا نجرب
مو قلت لكم بدي اتاكد يا زملائي الاحباء. معناتها هي اصغر مو؟ لازم اذا اصغر كان يشتغل. انا اشتغل مباشره شوف اصغر بدون ما تكبس اشتغل. هلا هي اكبر لاصغر؟ انا حطيت فرجين الاكبر، فرجين الاكبر. هي اكبر لاصغر؟ معناتها هي اصغر، هي معناتها هي اصغر. اذا هي اصغر. طيب خلينا نقول شغله شباب، خلينا نرجع لهذا. معناتها هي ايش؟ ليس ذان. اذا هي الاصغر. معناتها الاشاره نظاميه. اشاره نظاميه معناتها. طيب نرجع لهون. اذا قلت لك كان شغال رح ارجع اتاكد لاني ما انتبه. معناتها بيطفى عند الخمسه. تمام. لا لا هلا خلينا نشوف هلا شغال. ايوه. تمام 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 تمام. لا اصغر بس. بس صارت واحده يطفى. اذا اصغر دكتور لا هاي هون بدي يطفى عند الخمسة. بدي يصغر بدي يطفى عند الخمسة. هون؟ لا هاي لأنه القيمة بيعطيك القيمة الأساسية للعداد هون. ارجع شغل ها شوف. هلا صارت واحد مضبوط؟ عند الخمسة بدي يطفى. طفي. طفي. طيب شو وين؟ معناتها اذا كانت قيمة اس 2 او اس 1 اصغر من تمام اصغر من اس قريناها هيك نحن في هذا قلنا اس 1 اصغر من اس 2 تمام. طيب حطوا لي اذا كانت الكي محتوى السي صفر اكبر من كي 5 واصغر واصغر من كي 10 مو فهمتوا علي؟ شباب بلا الكي 5 خيو خليها اكبر من كي 2 واكبر من كي 6 مثلا اصغر من كي 6 بين 2 و 6 حطوا لي اياها طبعا رح نفذها عندي انا بهون بس انتم نفذوا لحالكم لا تطلعوا علي اذا كان اكبر من 2 محتوى سي 0 اكبر من 2 واصغر من 6 و على التسلسل تكرم ها هلا هاي اكبر هاي اكبر هاي اكبر التسجيل شغال اكبر من 2 هاي اكبر من 2 مضبوط هاي اكبر من 2 تجي لهون بتحط هون اصغر اصغر سي صفر ال دي نعم اذا بقول ال دي اكبر ال دي اصغر هيك بدي اقول ال دي اصغر سي صفر كي 6 انتبهوا شلون كتبتها شباب اللي ما بيعرف هيك صارت تعالوا على الام واحد على السي واحد حطوا لي السي واحد اكبر من كي 3 اكبر من كي 3 بدنا بدي اور شباب شو الشرطين برايكم المناسبين اذا هيك التعليمات انكتبت هاي التعليمه الاولى هيك كتبناها وهي التعليم الثاني طيب هلا شوف بالنسبة للأولى اشتغل. لأنه أصغر من 2 أيوه مشغل يعني اشتغل على الشرط الأول. هلا بنجرب مضبوط أما هذا ما اشتغل لأنه أكبر من 2 معي لما نكون معي. إذا هون الشرط الأول ما تحقق لأنه أكبر من 2 وأصغر من 6 ما تحقق. أما هون أصغر من 2 أو أكبر من 5 معناتها بين 2 وال 5 يطفى. بيطفى عند الثلاثة والأربعة والخمسة أنه أكبر من الخمسة أنا عم بقول معناتها أنا رح أشغل الإكس واحد يلي ما عم يشتغل مع أيمن عم يشتغل معي
ليش ما عطفي طلع انا عقول اصغر من 2 معناتها 2 اذا تحققت ما راح يشتغل هلا عند الخمسة بده يرجع يشتغل فوق الخمسة اشتغلت اكبر من الخمسة اشتغل بس في شيء ما عم يشتغل عندك اذا ببساطة هون شو راح اسوي لود حط يساوي هون شايفين عم حط اصغر او يساوي هون اكبر او يساوي معك السيلة ما معك السيلة تفضل انقذ حاله انا كنت حيلي في يمين ما جبت بي ال سي بدي نقص لك خمسة كنت حيلي في يمين والله جاء والله جاء يعني بس جبتهم معك جبتهم معك ما جبت شيء خلاص انا سك حك خلاص يا اخي حكيت شيء يبقى نجربوا عندكم في المحاضرة الله يعطيك العافية مشكور كثير اخذ علامة جيبهم مشكور جدا جدا حياك الله وعليكم السلام لاني جبت لك ال 24 فولت خلص بس حلفت لهم يمين للشباب يعني هلا عملنا 30 31 شباب ضفت شرط المساواة مع الأكبر والأصغر يعني عند 2 والخمسة بده يغير هو من شوي عند 2 والخمسة ما كان يغير مظبوط لعند 2 والخمسة بده يثبت يعني عند 2 إذا كان مثلا شغال بده يضل شغال عند 2 لأنه حطيت المساواة هلا هون استنى وين الحل بده يصير عند 2 عند 2 راح يضل شغال بس من شوي عند 2 طفي اي تمام عند 2 ضل شغال هلا بنجي هون عند الخمسة بده يشتغل من شوي عند الخمسة ما كان يشتغل اشتغل شايف لاني حطيت المساواة طيب انا هلا قولوا له انتو عكس عكس هلا هون قلت انا اصغر او يساوي خلينا نقول شرط لا مساواة إذا كان لا يساوي 2 أو لا يساوي 5 خلي شغال يعني الشرط الأول هذا شباب هذا 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 الشرط الثاني اللا مساواة اللا مساواة عند اللا مساواة بيشتغل عند اللا مساواة بيشتغل يعني هون تعالوا نشوف تعالوا نشوف هون بدي أقول له شرط اللا مساواة خليك معي أيمن بدي اعطيه هذا الشرط ايمن بدي اعطيه هذا الشرط عند اللا مساواة يعني هو راح اعطيه اصغر وهوني اكبر هي معناتها لا مساواة يعني اذا كان لا يساوي 2 او لا يساوي 5 اشتغل معناتها عندها القيمتين ما راح يشتغل مو هيك انا غلطان شايفين على تعليمات المقارنة ما احلاها ايش قد بتحل لك مشاكل تقنية؟ ايش قد بتحل يا مضر المقارنة؟ عمليات مقارنة كثير كثير مقارنة كمان هون طلع بدك تنتبه ركز معي بدك تركز على انه يكون الاشارتين متجهين على بعض ما تزبط اذا هون طلع معي هيك هيك بدي يكون الاشارتين هيك بيكون الاشارتين بهالشكل عكس بعضهم يعني معناتها راح يضل شغال فقط عند هالقيمتين ما راح يشتغل شغال لانه عنده صفر تعال تعال نشوف هلا عند 2 لازم اثنين لازم يطفى
إذا كان لا يساوي 2 أو في خيار أو أيوة. هلا الشرط الخمسة شغل. الخمسة مشغله لا يساوي الخمسة شغله لمين مشغله هون؟ الخمسة ما بيساوي الخمسة 11 لوين؟ لكل الكل إذا كان لا يساوي الخمسة بيبقى لا يساوي 2 بيبقى شغله الشرط معناتها بدنا شرط بدنا شرط غير الشرط هذا شو بدنا نحط له؟ احنا بس مشان نفهم مشان نفهم هذا الشرط تريحنا من تبع انه نحط كم يوتيوب بس ايه طبعا ما بشتغل يعني العامل كل الصين او ثلاثه مثلا تماما هلا شوف اشتغل لانه لا يساوي 2 لا يساوي 2 تمام طب اذا ساوي 2 راح يطفى لكن الطفل بعد مشغل وجع الدرس طفي طفي لانه ليش عند 2 طفي دكتور مو ضروري نربط حتى هذين مع بعضهم هيك يشتغل بس واحد اي طبعا بنجربها سواء انا عندي فكره جربتها انه اسميهم الاثنين سي زيرو لا ما بيصير صار برمجيا لو صارت ما بتصير عمك بس اي كب بس عم يشغل عبادي عم يشتغل كباس يعني بس سميته سي زيرو سي زيرو عمك بس اي كب بس من الكباس يصير يا مضار إذا هون سميت سي واحد طيب جرب جرب لا لا عم نحكي هاردوير إذا عندي شباب يا شباب يا شباب والله ما يحلو تحكوا الزلمة عم يشتغل ما اختلفنا أنتوا ليش عم تحكوا مع بعضكم؟ بس عم تسأل معه ما هو مشان شيء بيصير معي وجع رأس ما عم بمزح معك يعني عن جد إذا عم بعطي شغلي وفي حدا عم يتهاد فورا راسي بيوجعني بعد إذنكم بس هلا سؤال بيصير أنا هون هلا عندي هاي حطيت سي صفر تمام مين عم يشغلوا الاكس صفر؟ تمام راح اجي لهون حط اكس واحد وهون حط كمان سي صفر بصير؟ مخارج ماوس يعني مداول بصير مخارج ماوس هلا برمجيا صايره معه بس هاردوير بتصير؟ هاردوير ما بصير خالص مو قلت لك ما بصير هاردوير بده خرج واحد خصوصا بموضوع العدادات يعني ما بدك تستخدم اذا ما بدك تستخدم الخط تستخدم خرج واحد تستخدم بعدين اللي بيجتمعي لو خذوا الخط مثلا سي واحد تعمل كونتاكت سي واحد وسي ايه فهمت عليك او تشغل الميموري تشتغل الميموري هي بتشغل انا بتوقع ما بيصير حتى برمجيا غلط يعني ولو اشتغلت معك لكن ضروري تشتغل برمجيا انه مثلا اي كباس من نوم بالبيت هو يمكن اي لوحه عمك بس عم يشتغل عدد من صور فرجيني اياه هلا تسجيل خالص شباب خالصين